مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء باردة نسبيا، وصلت درجة الحرارة في العاصمة عمان ل 16 درجة مئوية. هاي الليلة رح تكون الأجواء باردة، رح توصل درجات الحرارة في العاصمة عمان ل 10 درجات ونسبة الرطوبة 78%. غدا نهارا أجواء باردة مع ساعات النهار رح تسجل في عمان 16 بالليل رح تنخفض ل 10 درجات. الجمعة والسبت رح تكون الأجواء مشمسة، رح تسجل خلال ساعات النهار 18 في عمان بالليل رح تنخفض ل 11 درجة ورح تكون الأجواء باردة. وهلأ رح نستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية. البداية رح تكون من المناطق الشمالية. إربد وجرش 12، غدا 20، عجلون 10 درجات وغدا 18 وأجواء خريفية. المفرق والزرقاء 10 درجات أجواء باردة هاي الليلة، غدا 19 أجواء غائمة. رح توصل هاي الليلة مطار ملك علياء 9 غدا 18، الصلت 9 غدا 17، مادبا 10 درجات وغدا 17. البحر الميت 17 غدا 24، الكرك 10 غدا 17، الطفيلة 8 درجات وغدا 15 وأجواء باردة نسبيا. معان 7 درجات غدا 17 أجواء مشمسة. العقبة 14 وغدا 23 وأجواء غائمة. رويشد 11 غدا 18 وأجواء باردة وماطرة. بالنسبة لملخص الطقس، ارتفاع درجات الحرارة غدا أجواء خريفية نهارا وأمطار متوقعة خاصة في المناطق الشرقية من المملكة. هلأ رح ننتقل لدرجات الحرارة لمدن ودول حول العالم. نهاية نشرة الطقس لليوم، شكرا لمتابعتكم، عودة إليك لنا. شكرا جود.